طب ايش رايك في كل الدمار هذا اللي انت شايفه؟ والله زعلت ليش زعلت طيب؟ عشان الناس ماتت. كيف حالك؟ الله يسلمك. كيف الحرب معك؟ كيف الحرب معك؟ مقرفة. ليش مقرفة؟ ايش سويت فيك؟ موتت كل الناس بنت المحل. طيب انت ايش صار معك بالحرب؟ صار معك شيء بخوف؟ عصابة. وين صابي؟ هنا كيف صابك جنبي. طيب؟ بقت فحرة كبيرة بس هذا. طب ايش فيه عجبتني. ايش فيه ناقصك في شمال غزة؟ كل حاجة. زي ايش؟ لما صارت هذا صار ما فيش أكل حاجة، ما بقاش فيه طحين ولا معلبات ولا حاجة. طب ايش كنت تعمل؟ ايش كنت تاكل؟ خبز مثلا، خبز ايش كمان؟ بصير ابصر كيف ابصر هذا كنت تاكله بدل الخبز وتعمله شعير وقمح وذرة.